كما واصل رئيس مجلس الوزراء جولته التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرية نواة التابعة لمركز شبين القناطر بالقليوبية. وخلال الجولة استمع رئيس الوزراء لشرح حول المشروعات الجاري تنفيذها بالقرية التي تشمل إنشاء مجمع الخدمات للمواطنين ومجمعا للخدمات الزراعية، فضلا عن تدعيم شبكات الصرف الصحي والطرق والكهرباء وغيرها.